الله واجب، والغرض هو أن يستفيد الكل، فهو عمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى، ونسأله القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصلي ونسلم على الرحيق المختوم، هادي الخلق وحبيب الحق وسيد الأقوام، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة أن مسألة انشراح الصدر تعني الراحة النفسية والهدوء النفسي، وطيب الخاطر، واستكانة الفؤاد، وكل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا هذا العطاء الفياض، وأن يكرمنا بفضله وكرمه، فيثلج صدورنا ويشرح هذه الصدور، فيجعل قلوبنا منفتحة تتلقى هذا الفيض الإلهي العارم، وتعبر عن ترجمان الشوق محبة ووداد لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بذكر محمد تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإخوة الحضور عندما وصفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في وصفه إنه كان بسام المحيا وباسم الثغر، أي مبتسم الفم، والابتسامة الخالصة والابتسامة البريئة تعني الخصوبة للوجه، تعني الاستنارة في الوجه، تعني الراحة النفسية لمن يشاهد هذا الوجه. وأجمل الوجوه على الإطلاق هو الوجه المحمدي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي أنه من أسمائه البسام والضحاك والضحوك، وقالوا في وصفه إن ابتسامته لم تفارق وجهه الشريف. نعم، إيه وربي، كان أفلج الأسنان، عظيم الفم، كبير الفم، وكان يبدو في هذين الموضعين في نهايات الشفتين إذا تكلم أو إذا ابتسم بدت بعض الفقاعات التي تشبه جمانة الفضة أو حبات اللؤلؤ، وهذا يضفي على الوجه المحمدي جمالا فوق الجمال الأصلي. وقالوا إذا ابتسم كأن الشمس تجري في وجهه الشريف، وقالوا حتى في حين غضبه يحمر الوجه ويتورد. أرأيتم الجمال؟ كأنما فقئت في الوجه الشريف حبات الرمان. هذا وصف يدل على الجمال الخلقي والخلقي، على الحسن والبهاء والنظم الموجود في اللحية الشريفة، في الفم الشريف، في الأنف الشريف، في الاستدارة، في الجبهة العريضة، في سواد العينين، في جمال الرموش والحاجبين. يعني أجمل منك لم ترى قط عين، وأعظم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
أذكركم ونفسي في ليلة الجمعة الصلاة على حضرة رسول الله، وردت أنه يسمع ويرد علينا، هو يرد علينا في كل حين، لكن لليلة الجمعة مزايا وميزات. أن الصلاة على رسول الله في ليلة الجمعة فالنبي يسمع لأنه ينتظرها، حالة من الوداد والاتصال بينه وبين أمته الشريفة. اللهم لا تحرمنا وداده، ولا تحرمنا كثرة ذكره، والطلب من مدده، والاغتراف من حياضه، والسعي على دربه، والتحقق بسنته، والاستمساك والامتثال بشريعته. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه ورايته، وأوردنا حوضه الشريف لنشرب منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضات الله. اللهم اجمع بيننا وبينه في الدنيا وفي الآخرة، واجعله شفيعنا، واحشرنا على عقبه، وأدخلنا الجنة من خلفه. أنت ربنا الكريم، وأنت ربنا الحليم، وهو النبي الهادي البشير، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح بأصحابه وأتم ختام الصلاة وأتى بأذكاره وأوراده وأكمل طقوسه، اعتدل بوجهه المضيء إلى أصحابه يسألهم: هل أحد منكم اليوم رأى في ليلته رؤيا حتى أحققها له، أو رأى بشارة نؤولها له، أو رأى شيئا مما يراه النائم في نومه نحن نريحه في تأويلها وتفسيرها؟ وتفسير الرؤى امتاز واختص به نبي الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الكريم بن الكريم ابن الكريم بن الكريم، سليل الكرماء وسليل الأنبياء وبيت النبوة والرسالة عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن أيضا لنبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه كانت اليد الطولى، نعم، وكان له القدح المعلى في التفسير وفي التأويل. كذلك قيل أن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه كان يجيد تفسير الرؤى، ومن بعده عمر رضوان الله عليه كان يجيد تفسير الرؤى، واختص إمامنا علي كرم الله وجهه، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، اختص بمزيد من هذا العلم، حيث عنده البلاغة وعنده القرآن وعنده السنة، ناهيك عن الفيوضات التي اغترف منها. والرضوان النبوي الذي عاش في ظلاله هو ربيب بيت النبوة وزوج الزهراء البتول ووالد الحسنين والمحسن وزينب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. نعم. وظهر في الأمة في أجيال التابعين سيدنا محمد بن سيرين المؤول والمفسر الشهير، وأيضا إمامنا النابلسي القديم، مع كامل احترامنا ومحبتنا وتوقيرنا وتقديرنا لشيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، أطال الله عمره ونفع به البلاد وأعز به العباد، اللهم بارك لنا فيه وفي علمه، واجعله من الأولياء الصالحين العارفين، لا تحرمنا مددهم ولا السير على دربهم والاستفادة من علومهم، اللهم ارض عنا برضائك عنهم وأكرمنا بكرامتهم عندك. والأمة لا تخلو من الخير، كما قال حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخيرية في وفي أمتي إلى يوم الدين. نعم يا سيدي يا رسول الله. ففي كل وقت هناك من يبرز في تأويل الرؤى وتفسير الأحلام. والحقيقة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتدل بعد صلاة الصبح والفراغ من طقوسه وأذكاره وأوراده، ويسأل الصحابة متوددا إليهم متقربا معهم، يسألهم حتى يفسر لهم ويسمعهم ما يقر أعينهم ويفرح قلوبهم. فكانوا يهتبلون الفرصة ويستغلون اللحظة، وكل منهم يقول ما عنده وما رآه صدقا وحقا. ثم
يعني يذكرهم بالذي كان ويحكي معهم في شريط الذكريات. وأحيانا كانوا هم يضحكونه ويدخلون السرور عليه فيحكون له ما يفعله بعض أصحاب الشقاوة والظرف والطرافة والضحك من مقالب جميلة ونكات نظيفة. وهذا ديدن المؤمنين أن لديننا فسحة حتى يعني تتجدد خلايا الجسم، وحتى يأخذ الإنسان قسطا من الراحة، وحتى يغير المود الذي وصل إليه نوع كده من المرح، لأن الفرح مشروع عندنا. نعم، بعيدا عن الطغيان والبطر بعيدا عن الطغيان والبطر والشرى. نعم، مسألة المقالب التي نراها خلال شهر رمضان وتذاع على الناس، هذه أمور فيها جانب من البيزنس، وفيها نوع من تعريض الناس للمخاطر، خاصة أصحاب القلوب الضعيفة أو الأمراض المزمنة. نعم، فهذه فيها إسفاف وفيها إلحاق أذى وضرر، أي نعم فيها جانب مادي، لكنها تعتمد على المشاهير وغير المشاهير. لكن الإسلام يعني يرفض مثل هذا، لأنه يسبب سخرية ويثير فزعا ويحدث دربكة، وليس بمحمود لمن لهم ظروف خاصة كأعصاب ضعيفة أو أمراض قلبية أو ما شابه ذلك، شفى الله الجميع وشفانا من ضمنهم. لكن المقالب التي كان يفعلها الصحابة فيما بينهم وما يفعلونه كانت كلها تنم عن الذكاء، تنم عن إدخال السرور، تنم عن نشر السعادة، حتى إنهم كانوا يصلون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخصيا ليدخلوا عليه البهجة والسرور. وكان هو يبادلهم النكات ويبادلهم الذكاء، بل ويبادلهم بعض المقالب الظريفة والنكات الفكاهية الجميلة التي تسعد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا حقا، حتى وإن كان مازحا. فكان يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: خذ ما يخرج من فمي فوالله ما خرج غير الحق، حتى وإن كان مازحا، حتى وإن كان مازحا. نعم، يعني عندما رأى المرأة العاملة المكدة الكادحة وهي راجعة، قال لها: أأنت زوجة فلان؟ قالت له: نعم يا رسول الله. لا إله إلا الله. أأنت زوجة فلان؟ قالت له: نعم يا رسول. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أأنت زوجته صحيح؟ قالت: إيه وربي يا رسول الله، ما الأمر، ما الخبر؟ قال: أدركي زوجك فإن في عينيه بياضة. فإذ بالمرأة يعني تلقي بحزمة الأحطاب وتسارع إلى بيتها، لأنها انشغلت على زوجها ووالد عيالها. نعم، ودخلت وهي تصرخ وتولول في حالة فزع، في حالة خوف على الذي جرى لزوجه. فلما دفعت الباب ودخلت، وجدت الزوج بكامل قواه النفسية والعقلية يضحك ويتبادل اللعب مع صبيته في داخل البيت وفي قمة السعادة. فقالت له: ما لك يا عبد الله؟ قال: ما الأمر؟ ألف سلامة لك يا ابن العم. قال: ما الخبر؟ قلت له: شفاك الله وعفاك. قال له: فيه إيه؟ وهكذا هي مشغولة ومندفعة، والرجل يصعد من لهجته في استقبال الخبر. ثم قالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيني وقال لي: أأنت زوجة فلان؟ قلت له: نعم. فلما تأكد ووثق أني زوجتك قال لي: إذن أدركيه فإن في عينيه بياضا. قال: ماذا قال رسول الله؟ قالت لي: أدركي زوجك فإن في عينيه بياضا. فابتسم زوجها، وما زالت المرأة في دهشة واندهاش: يا ابن الحلال، إنه يخبرني أن في عينيك بياضا. قال لها: وأنت في عينيك بياضا، وعيالنا في عينيهم بياضا، وكل الخلائق في عينيها بياضا وسوادا. هل توجد عيون ليس فيها بياض وسواد؟ قالت له: لا. قال: أنا في عيني بياضا، وأنت كذلك، وحتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فبدأت هي يعني إيه تجري عملية استرجاع لما قاله النبي. قالت له: إذن ماذا يقصد؟
قال لها يقصد إضحاك الفرحة، إدخال الفرحة، إدخال الضحكة. أضحك الله سنك يا رسول الله. فبدأت هي تستفيق وتضحك وفرحت وتأملت المنظر والمشهد. رسول الله يقول لي وأنا ظننت أن الأمر على غير ذلك. فعلا يا أبا العيال، كل منا في عينيه بياضا في سواد وسوادا في بياض. أضحك الله سنك يا رسول الله وتضحك، وزوجها يمرح وأبنائها فرحون. هكذا البيت كله ظللته السعادة بسبب كلمة قالها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو مصدر السعادة في الدنيا وفي الآخرة، هو مضحك الكل لكنه لا يقول إلا حق، هو صاحب المزحة، صاحب الطرفة، صاحب النكتة، صاحب المقلب الشفاف الجميل العفيف الشفيف. شيء يبعث على الضحك وإدخال السرور إلى الصدور وإلى القلوب. نعم، هذا شيء مطلوب في ديننا. ديننا لا يعرف للقتامة سبيلا، ولا يعرف لتكشيرة القضيب والتقضيب وعبوس الوجه شيء لا يمتدحه الدين. ديننا فيه مرح، ديننا فيه فرح، ديننا فيه فسحة، ديننا ينظر إلى الأحياء، ديننا يلاحظ ظروف الناس، ديننا يدخل البهجة على الناس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، الضحك موجود والابتسام موجود في الدنيا وفي الآخرة، المهم أن يبنى وينشأ على الحق. نعم، حتى الصحابة كان من بينهم من يحاول أن يصنع بعض المقالب الشفيفة العفيفة التي تبعث على الفرحة، كانوا يفعلون ذلك في بعضهم. نعم، لن ننسى ثوبان رضوان الله عليه، وكثير من الصحابة كانت لديهم هذه الأنشطة الجميلة الحلوة، حتى أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، وكذلك أنس بن مالك رضوان الله عليه، وحتى عبد الله بن مسعود له واقعة شهيرة يوم أن طالبه الصحابة أن يحضر لهم خشب الأراك، وهو الذي يستخدم في السواك. فمعروف أن أطيب أخشاب الأراك في الشجر أطرافها، لأنها ألينها وأنسبها ليستخدم منها السواك، والسواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وآخر ما دخل ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السواك الذي رآه في جيب عبد الله ابن أبي بكر، فلمحته السيدة أسماء فاستأذنت من أخيها وأخذته منه وغسلته وأعطته لرسول الله، فاستاك به سواكه الأخير قبل مرضه بسويعات، قبل موته بسويعات. ثم أخذته هي ومصته وقالت كان هذا آخر عهدي بريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة السواك أمر بها النبي، لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندي كل صلاة، لمن يقرأ القرآن، لمن يريد أن يصلي. يعني السواك طهارة للفم وللثة وللأسنان وللسان، فوائده الصحية والطبية، وهو من الطب النبوي ووصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحرص عليه ويوصي بها. نعم، لكن الابتسامة شيء غريزي، الضحك شيء مهم للنفس. كنت أعرف رجلا من الناس كان يعاني من بعض الأمراض العصبية والجسمانية، فلما ذهب إلى الطبيب فجاءه الطبيب أنك سليم جسما ومبنى ومعنى، لكني أنا أنصحك أن تبتسم، أن تضحك، أن تدخل السرور على نفسك، أن تجلس مع من يكون خفيف الظل. أنت عندك الأعصاب كابسة، عندك الدم شبه واقف، أنت محتاج نوع من الفرفشة، نوع من الانطلاق، نوع من الحرية، نوع من المرح. فكك من الحاجات اللي عندك دي حاجات تقصر العمر. يا أخي علاجك في المرح والضحك والابتسام ومشاغبة الناس وبالحسنى. نعم، إذا هذا علاج نفسي لا شك. نعم، الدين لا يحرم الابتسام ولا يحرم الضحك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القهقهة. يعني كان جل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان الابتسام، ابتسامته الوديعة، ابتسامته الرائقة، ابتسامته الرائعة، ابتسامته التي كانت تفرح القلب الحزين،
ابتسامته التي كانت تسر نظر الناظرين. نعم، النبي كان في ابتسامته مدرسة كعادته، المعلم الأول والمدرس الأول والأستاذ الأول والعالم الأول والخبير الأول والأب الأول والعم الأول والخال الأول والإمام الأول والرائد الأول والنبي الأول والرسول الأول. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة لمعرفتهم بمدى محبته للابتسام يضحكون ويمرحون معه إلى أبعد الحدود. سبحان الله، سيدنا ثوبان هذا اشتهت نفسه يوما العسل، العسل الأسود، وكان تجاره من اليهود يأتون به بين الفينة والفينة إلى المدينة. الرجل يأتي بزلعتين، ببلاصين كبلاليص الصعيد عندنا، أو ببرمتين، ويضعهما في خرج على حمار ويطوف في الشوارع يبيع. فسيدنا ثوبان وقعت عيناه بعد طول شوق وبعد أيام عديدة على بائع لهذا العسل، صدق ملقيه، قال له أقبل وأبشر، فإن أهلنا يودون رؤيتك ويبحثون عنك وقد طال غيابك، تعال. وأخذ الرجل إلى بيت رسول الله، لأن ثوبان من أضياف الإسلام، لا يملك بيتا ولا زوجة وليس عنده عيال، من أصحاب الصف، رجل فقير مثلنا يعني رضوان الله عليه. فقال ذلك لرسول للبائع، وأخذه إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل جرة ودق باب عائشة، وكانت له صولة وجولة يدخل ويخرج، هو من يعني من أصحاب النبي الذين رخص لهم في ذلك لأنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل بجرة العسل يحملها بين ذراعيه، يا رسول الله جئتكم بالعسل. رسول الله ظن أن هذا العسل أهدي إليه من بعض سادات الأنصار أو المهاجرين المبسوطين الميسورين، قال مرحبا بك وبزيارتك. فاستلمت السيدة عائشة جرة العسل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بأدبه وكرمه المعهود، صبي لثوبان من ذاك العسل. سيدنا ثوبان تورك وجابوا له الخبز وجابوا له العسل وقعد ياكل بنفس الشهية، وترك البائع على الباب. البائع انتظر وانتظر وانتظر طال الوقت، أراد الرجل أن يتحرك، يا إخوان أنتم أخذتم جرة العسل، إن كان العسل قد عجبكم أعطوني ثمنها لأستطيع أن أبيع الباقي، أنا رجل خارج من أجل الرزق، من أجل التوسع على عيالي، إن لم يعجبكم العسل ردوا إلي جرتي حتى أنطلق بها، فلا توقف حالي وتعطل مصالحي. فلما طال مكوث ثوبان بداخل البيت النبوي، الرجل ثوبان خلاص انشغل مع العسل واللقمة الهنية ومشتهي طبعا العسل، والسيدة عائشة كريمة جدا، وسيدنا ببص فيه ويضحك، والرجل حلم معاه العسل، في أحلى من العسل وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالرجل بائع يدق الباب، فأسرعت عائشة، من الطارق؟ قال لها أنا صاحب جرة العسل. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله رجل بالخارج يدق الباب ويقول أنا صاحب جرة العسل. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ثوبان، وثوبان ما زال يأكل، يا ثوبان، قال ما لك يا رسول الله؟ قال عسل من هذا؟ قال العسل عسلكم، من أين جئتنا به؟ قال هناك بائع بالخارج يبيع، وأنا كنت أشتهي العسل، وكما تعلم لا أملك ثمن العسل، فجئت بالعسل إليك، والحمد لله أنتم أعطيتماني منه وأنا ما زلت أكل، لم أشبع بعد. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم المقصود، عرف أن ثوبان يشتهي العسل وليس معه ثمن عسل، فأمسك النبي بالدراهم وخرج، وحاسب الرجل البائع وتأسف له عن تأخيره، ورجع يبتسم لثوبان ويقول لعائشة، صب له العسل، إنها إحدى هناتك يا ثوبان، إنها إحدى حركاتك يا ثوبان، إنها إحدى مقالبك يا ثوبان. انظر، رسول الله لم يتكدر، لم يغضب، لم يسخط، لم يغتاظ، أخذ الأمر على أنه دعابة خفيفة، أخذ الأمر على أنه ملحة، على أنه نكتة، على أنه مقلب ظريف عفيف شريف، بل أثنى خيرا على ثوبان.
كان محبا لأصحابه، كان ودودا معهم، يتقبل منهم كل شيء. رحمته وسعت الناس جميعا أحياء ومنتقلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تحرمنا ابتسامته ولا تحرمنا رؤيته في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احشرنا تحت لوائه ورايته. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، عافنا واعف عنا. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في غزة العزة. اللهم أيد المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احقن دماء السودان وأهله. اللهم احقن دماء اليمن وأهله. اللهم بارك لنا في لبنان وأهله، بارك لنا في العراق وأهله، بارك لنا في سوريا وأهله، بارك في المملكة العربية ملكا ومملكة وحكومة وشعبا. اللهم بارك لنا في مملكة البحرين ملكا ومملكة وحكومة وشعبا. اللهم بارك في إخواننا في الإمارات أميرا وقائدا وزعيما وحكومة وأمراء ونبلاء.